الخير، اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. حلقه جديده من برنامج اكسترا اليوم. النهارده هيكون لينا نقاش عن مجموعه كبيره من الملفات المهمه. نبدا كالعاده بملفات الشرق الاوسط واللي يمكن بيتصدرها وعلى راسها الشان الفلسطيني، تطورات الاوضاع في غزه. كمان هيكون لينا وقفه وحديث عن أبعاد التحركات المصرية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط. أيضا على صعيد الجانب الدولي هنناقش مع حضراتكم كواليس المعركة الساخنة بين بالتأكيد روسيا والناتو بعد ما تابعنا عضوية السويد وفنلندا في الحلف. على مدار هذه الساعة أكون مع حضراتكم أنا رغدة بكر، والبداية بأخبار فلسطين. إذن بيتجدد حديثنا عن تطورات الأوضاع في غزة كما تعودنا، ومتابعة كل ما هو جديد في الشأن الفلسطيني مع حضراتكم. الحقيقة أنه الساعات الماضية شهدت فلسطين مجازر جديدة للقوات الإسرائيلية، تحديدا في مخيم نور شمس. استمرت هذه المجزرة 3 أيام متواصلة، يعني بالتقريب 52 ساعة قبل انسحاب يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي. أسفر عن هذه المجازر استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. هذه المجزرة استفزت وأثارت غضب الفلسطينيين اللي بدورهم قرروا الدخول في إضراب شامل اليوم، وبالفعل عم الإضراب جميع المحافظات الفلسطينية. تم إغلاق المحال التجارية، تم إغلاق المدارس والجامعات، لكن تتواصل الدعوات للخروج في يعني مسيرات للتعبير عن هذا الغضب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال في كل القرى والمخيمات والمدن. كل تأكيد نتمنى أن يعني ينتهي هذا الكابوس في أقرب وقت. أيضا اليوم استقبل سامح شكري وزير الخارجية السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة والمعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار جولة إقليمية بتشمل مصر والأردن. تناول هذا اللقاء الممارسات وأيضا السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم التأكيد خلال اللقاء من الجانبين على حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة امتثالا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأيضا ضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة.
إذن للتعليق معايا على التليفون الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر ودراسات. حياتي أستاذ محمد، ويعني زي ما احنا بنشوف انتهاكات إسرائيل أصبحت تتزايد يوما تلو الآخر على مدار هذه الشهور، إمتى هيكون المجتمع الدولي موقف اتجاه كل ما يحدث، ولماذا أصلا يقف عاجزا أمام إسرائيل؟ أهلا بحياتك أستاذ رادة والسادة المشاهدين. خليني أبتدي مع حضرتك من يعني ما أشرت إليه حضرتك بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة. يعني إحنا بنتكلم عن مجازر يومية بترتكب في الأيام الماضية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والحقيقة أنه يعني مسلسل الجرائم الإسرائيلية في الضفة هو ممتد من فترة حتى ما قبل الحرب الجارية على قطاع غزة، لكن مصدر أو مبعث الاختلاف بيتمثل في تنامي وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان الضفة، وده في تقديري أنه بيرتبط بمجموعة من الأسباب الإسرائيلية. أولها هو السعي لإحكام القبضة الأمنية على الضفة من خلال ترويع السكان وارتكاب المجازر. أيضا أعتقد أنه ده مرتبط بما أشارت إليه العديد من التحذيرات الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية بخطورة انفجار الأوضاع في الضفة والقدس المحتلة، يعني بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يعني أيضا يعني في محاولة لوقف أي تحركات احتجاجية قد تنشأ في الضفة، وده جنبا إلى جنب مع تحركات أو انتهاكات إسرائيلية أخرى مرتبطة بتوسع النشاط الاستيطاني في مسعى لغلق الباب أمام أي فرص لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر فرض واقع أو أمر واقع جديد من خلال هذه الأنشطة الاستيطانية. الحقيقة أنه هذه التحركات الإسرائيلية أو إسرائيل بدلا من تهدئة الأوضاع في الضفة بتدفع عبر هذه الممارسات باتجاه انفجار هذه الأوضاع، ولعل الاحتجاج أو الإضراب الشامل اللي شهدته مدن الضفة اليوم بيمثل رسالة سياسية مهمة مفادها أن الأوضاع في منطقة الضفة قد تنفجر في أي لحظة. الإشكال الرئيسي فيما يتعلق باستمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية، سواء كنا بنتحدث عن قطاع غزة أو بنتحدث عن الضفة أو غيرها من المدن المحتلة، بيتمثل حتى فيما أشرت إليه حضرتك من غياب موقف دولي واضح ورادع لإسرائيل يحاسبها على جرائمها التي ترتكب كل ساعة تقريبا بحق الشعب الفلسطيني. الموقف الدولي حتى وإن كان بيشهد بعض المتغيرات في الآونة الأخيرة، إلا أنه الحقيقة يعني أولا الموقف الأمريكي بشكل رئيسي بيقف حائل أو بتمارس الولايات المتحدة ضغطا على العديد من الأطراف الدولية وبعض المنظمات الدولية عبر استخدام الفيتو من أجل الضغط باتجاه منع اتخاذ أي إجراءات تجاه إسرائيل. أيضا أعتقد أنه اللوبيات الإسرائيلية العاملة في العديد من الدول الغربية لها دور كبير في التأثير على العديد من دوائر صنع القرار في هذه الدول، لكن ومع كل ذلك أعتقد أنه في متغيرات مهمة حتى دوائر صنع القرار الإسرائيلية بدأت تلتفت لها في الآونة الأخيرة، وهي أن المزاج العام الغربي مدفوعا بالغضب الشعبي والغضب داخل بعض دوائر صنع القرار في الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ده ممكن يدفع على المدى البعيد إلى يعني زيادة حجم العزلة الدولية على إسرائيل. لكن هو الإشكال الحقيقة أنه حاليا الأوضاع الراهنة سواء داخل قطاع غزة أو الضفة بتقتضي موقف دولي واضح يدفع باتجاه وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية. أشرت في مستهل الفقرة يا أستاذ محمد للإضراب اللي قامت به فلسطين والشعب الفلسطيني اليوم، سؤال حضرتك إزاي بيؤثر هذا الإضراب على تطورات الأوضاع في غزة؟ هو الحقيقة هذا الإضراب بعيدة، يعني أعتقد أنه إذا كنا بنقيم هذا الإضراب فهو ليه شقين. يعني أولا شق اقتصادي أعتقد أنه تأثيره قد يتنامى حال
استمرار أو تكرار هذا الإضراب في الآونة المقبلة، خصوصا مع الأزمات اللي بيشهدها الداخل الفلسطيني والأراضي المحتلة على وقع تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لكن أعتقد أنه العنصر الأهم في إضراب اليوم هو الرسالة السياسية التي حملها. يعني نحن نتحدث عن رسالة احتجاج قوية من الشعب الفلسطيني وإنذار سياسي إذا جاز لنا أن نصفه بهذا الوصف حول عاقبة الأمور حال استمرار الممارسات الإسرائيلية على نفس النهج. يعني نحن نتحدث عن انفجار قريب قد يحدث في منطقة الضفة وفي الأراضي المحتلة وحتى في الأراضي أو ما يعرف في مناطق عرب الداخل حال استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية على نفس النهج الذي تتنامى معه وطئة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. فأعتقد أنه العنصر الأهم في قراءة هذا الإضراب هو الإنذار السياسي وما قد يحمله من تداعيات في الأيام المقبلة على مستوى حدوث انفجار أمني وسياسي في مناطق الضفة والداخل المحتل، خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار جملة من التطورات وعلى رأسها استمرار هذه الانتهاكات، فضلا عن المؤشرات التي صدرتها حكومة اليمين المتطرف في الآونة الأخيرة بخصوص اعتزامها تنفيذ عملية رفح العسكرية. فأعتقد أن كل دي مؤشرات بتدفع باتجاه انفجار الأوضاع في الضفة وحتى في الداخل المحتل. نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك دوما معنا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا يا فندم. بدنا نروح على بيوتنا، اشتكت اني اروح العب في البيت ادرس. كانت سعيدها ليلى بتخوف، بدنا عودنا. شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحمة فلسطين، ما ودعتكم. مزيد أيضا من النقاش معي على الهاتف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية. تحياتي دكتور. تحياتي الأخت الكريمة لك ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. أهلا وسهلا، يعني التصعيد مستمر، وسؤال حضرتك، هل ما يحدث اليوم من إضراب اتخذته فلسطين يعني سيغير شيئا بطبيعة الحال من حقيقة أن فلسطين أحرقت بأنها أصبح فيها ملايين النازحين دكتور؟ يعني كما هو معروف الكريمة، الإضراب اليوم كان في الضفة الغربية بالتحديد، هو إضراب نتيجة ما قام به الاحتلال في مخيم نور شمس من خلال الاعتداء على مدار 48 ساعة وحرق وقتل طبعا أكثر من 20 فلسطيني خلال 48 ساعة الماضية. كانت طبعا هناك قرار اتخذ بأن يكون هناك إضراب لنقل صورة حية على ما يحدث في الضفة الغربية. طبعا هذا كله يتزامن مع الإجرام ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي يستمر لليوم 197 على التوالي، وبالتالي هذه رسالة، طبعا محاولات رسالة لإيصالها للعالم حول إجرام الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ضرورة أن يقف هذا الإجرام الذي لا زال مستمرا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. يعني ورقة الضغط في كل هذه الأمور وعلى مدار هذه الشهور، هل ممكن أن تكون من الداخل الإسرائيلي نفسه دكتور، الذي بطبيعة الحال هناك أصوات كثيرة من الداخل الإسرائيلي تريد وقف هذه الحرب، أم من أمريكا الحليفة الأولى لإسرائيل، أم من المجتمع الدولي بصورة عامة الذي حتى الآن وقف عاجزا أمام هذه الحرب؟ يعني نحن نعلم أن إيقاف هذه الحرب للأسف الشديد العامل المحرك الأكبر فيها والمؤثر الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى نكون أكثر وضوحا، الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك طبعا ورق أساسي لإيقاف هذه الحرب، وهي حتى هذه اللحظة لم تستخدم هذا الورق. كلما كان هناك تلميح باستخدام ورق الضغط على الاحتلال لصالح وقف هذه الحرب نرى تراجع بشكل كبير جدا. واعتماد أمريكا بالأمس الدعم المال الذي قدر ب 26 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 17 مليار منهم للدعم العسكري، يدل على أن الاحتلال لن يقف للأسف هذه الحرب في ظل استمرار الدعم الأمريكي. إذن من يمتلك طبعا معه معول التحريك والوقف لهذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية.
يعني انشغال إسرائيل بحربها الآن مع إيران وطهران لا يغير من التصرفات الإسرائيلية أو سلوكها حتى في الحرب مع غزة؟ أنا أرى أن ما حدث بين إيران والاحتلال الإسرائيلي ليست أكثر من قصف إعلامي، بدليل أن لم يؤلم أحد الآخر، بالعكس الاحتلال الذي ألم إيران أكثر مرة. الغريب أختي الكريمة أن الاحتلال استفاد من هذه الحرب الإعلامية، حيث ابتز الأمريكان في أمرين. الأمر الأول السماح لهم بأن يكون هناك موافقة ضوء أخضر لاجتياح رفح، وقد تم ذلك للأسف الشديد، وقد منح نتنياهو هذا الضوء الأخضر في مكالمة بينه وبين بايدن خلال طبعا فترة أو الرد على إيران، ثم تبع ذلك طبعا لاحقا الدعم العسكري. إذا من استفاد من هذا الأمر هي الاحتلال الإسرائيلي. بالعكس هذه الأحداث لم تنهي هذه المعركة للأسف، بل بالعكس استمرت الأمور على ما هي عليه. لكن استدعاء إسرائيل اليوم لسفراء الدول اللي صوتت لصالح العضوية الكامله لفلسطين في الأمم المتحدة من أجل إجراء يعني ربما محادثة بالتأكيد احتجاجية، ما وراء تلك الخطوة دكتور أيمن؟ يعني أنا أعتقد الاحتلال هو لا يترك شاردة أو واردة إلا أن يكون له دور ومفاعيل في هذا الأمر. هو يرى أن هذا الموقف كان طبعا مزعج بالنسبة لهم، وبالتالي هو يريد أن يوصل رسائل لهذه الدول حتى يمنع جزء منها بالاعتراف بدولة فلسطين، وهذا إجراء وقح من الاحتلال بصراحة. صحيح. هذا الاحتلال الذي أخذ شرعيته من الأمم المتحدة يرفض أن يكون هناك شرعيات أخرى تمنح لفلسطين، وهو يحاول بقدر المستطاع أن يتجرد من كل شيء ويحاول أن يثبت أنه قادر على التأثير على كل العالم. وهذه محاولات بصراحة يعني تعطي دلالة على أن على الدول أن تصر على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا أن طبعا أن تخنع وتركع لهذه المحاولات الإسرائيلية. لكن متى نصدق أن الحليفة الأولى لإسرائيل أنها تريد بحق الوساطة لوقف إطلاق النار بسبب قرب الانتخابات الأمريكية؟ متى نصدق أن هذا الدور يعني دور حقيقي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية دكتور؟ يعني أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا ستغير موقفها، لأنه هذا موقف ثابت وهي جزء من العقيدة الأمريكية تجاه دعم الاحتلال الإسرائيلي. ومن يعتقد أن الأمريكان سيغيروا من وجهة نظرهم في التعامل مع الملف هو مخطئ. الأمريكان بالنسبة لهم إسرائيل حليف مهم جدا، هو أهم حليف في المنطقة، مثل لن يستغنوا عنه ولن يقوموا بالتخلي عنه بشكل أو بآخر. لذلك الأمريكان الذين يستعدوا للانتخابات هم معنيين بهدوء، ولكن هدوء تحت السيطرة في هذا الأمر. اليوم نتحدث عن هذا الدعم الأمريكي اللامحدود سياسيا وعسكريا للاحتلال الإسرائيلي، رغم كل ذلك لا نجد أنه قد يوقف هذا الدعم بشكل أو بآخر مهما كانت الأمور. لأن يمكن تقديم الطلب للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كان توقيت خاطئ، ونصحنا أن يؤجل حتى أن تضع الانتخابات الأمريكية وزراء. إذا فشل الديمقراطيين فسيوافق على تمرير هذا القرار دون فيتو، وإذا فشلوا إذا نجحوا عفوا فإنهم لن يصوتوا لذلك. كان بإمكاننا الانتظار لأن في كل الأحوال هناك فيتو أمريكي، لكن صناع القرار للأسف في الحالة الفلسطينية اعتبروا أن الفرصة مواتية، ونحن نعلم أن الفرصة لم تكن مواتية لحجم التحريض على الحالة الفلسطينية. وقيل إذا تم منحهم الدولة الفلسطينية فهذا يعني هذا سيكون مشجع للإرهاب في العالم. لكن قفزة الضربات الإيرانية الإسرائيلية على سطح الأحداث والتي ربما يعني انتهى قليلا الاهتمام بها غير شيئا من مسار الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، أم لم يكن لها تأثيرا كبيرا دكتور؟ لا لم يكن لها تأثيرا بصراحة على سير العمليات، لأن الاحتلال استمر في عمليات مختلفة في قطاع غزة ولكنه وفي الضفة الغربية. لكن كما أشرنا هو استفاد من ذلك عالميا، استفاد من ذلك في ضرورة توفير الدعم المالي له، وهذا مكاننا للأسف الشديد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك دوما معنا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا يا فندم. وفاصل قصير مشاهدينا، وبعد الفاصل نعود لنستكمل إكسترا اليوم، قوم معنا. من جديد أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. مع تصاعد توترات الشرق الأوسط وخاصة المواجهات بين إسرائيل وإيران، مصر يعني كان لها دور مهم وأنها لا تتوقف عن اتخاذ ما يلزم من تحركات أو حتى اتصالات، سواء على المستوى الرئاسي أو حتى على مستوى وزير الخارجية وفي كافة اللقاءات وحتى الزيارات. وده بيأتي بالتأكيد انطلاقا من سياسة مصرية كبيرة بتقوم على فكرة الرفض للتصعيد ورفض الاحتكام للغة القوة.
إذن حول ملامح التحركات المصرية معي على التليفون الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. حياتي يا أستاذ طارق. حياتي يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني أبعاد هذا الموقف المصري دكتور في مواجهة التوترات الأخيرة وتحديدا يعني دور مصر دائما كما تعلم يعني بتخوض حروبا بالإنابة عن المنطقة بالكامل، فالمزيد عنها يا دكتور. جميل. يعني مصر يعني دائما هي هذه الدولة العظيمة صاحبة الدبلوماسية الراسخة والتي تسعى دائما تدعو للسلام وتدعو للاستقرار والتنمية، وأتصور أن دبلوماسية مصر وزعيم مصر الذي أعادها ووضعها على طريقها الصحيح، يعني ذلك الطريق الذي نعرفه طريق الاستقرار التنمية الحضارة. الرئيس السيسي هو مؤسس مصر الحديثة، باني الجمهورية الجديدة، القائد الأعلى لتلك الدبلوماسية النشطة التي لا تهدأ. فتصور أنه يعني بعد أن تصور العالم تشضي مصر كما تشضت الدول الأخرى كل الدول المجاورة، لكن مصر يعني عادت تقود كل مساعي السلام والاستقرار. فأتصور أنه يعني مصر بعد عودة الوعي والروح معا استغلت أن لها هذه الضربة وذاك التاريخ وهذا الميراث، ميراث التفاوض والعلاقات الدولية، بمعنى أن مصر دائما بتسعى إلى تطبيق هذه المضامين وتلك الصيغ وهذه الأحكام، أحكام المنظومات الإقليمية والعالمية وفقه التنظيم الدولي. يعني مصر نستطيع أن نقول كعنوان كبير هي دولة استثنائية وزعيم استثنائي، يعني يقدم ذلك النموذج في العلاقات الدولية في عالم التنظيم الدولي. رائد مصر وكعبة مصر وبوصلة مصر هي رفع المظالم، إزالة الجور ومنع التعدي والعدوان. وأتصور أنه الدولة المصرية، أنا كمصري يعني ومن خلال يعني أتحدث كتحليل سياسي في هذه العلاقات الدولية، أنا أمشي في الشارع أو أمشي أدخل المشفى أو المحل البقالة أو السوبر ماركت أو في المواصلات العامة، أشعر بالفخر والفخر. ليه؟ وما علاقة ذاك، ما علاقة هذا بذاك، ما علاقة هذا بالعلاقات الدولية وتحركات مصر الدبلوماسية؟ علاقتها كالآتي في سطر واحد. يعني أنا أجد في كل هذه الأماكن أجد السوداني وأجد اليمني وأجد السوري وأجد الليبي. فإذا هذا معناه أن مصر هي الحاضنة، أن كل هؤلاء الأخوة والأشقاء في هذه الدول وجدوا في مصر المأوى والأمان والجنة، وأن مصر يعني هي التي بتعلم ذاك العالم الاستقرار، تبحث عن فرص العيش والسلام والتنمية. فمصر هي التي علمت الدنيا فقه الاستقرار والسلام وإقرار المعاهدات. وكما يعني قال منذ أيام العاهل البحريني عندما زار فخامة الرئيس السيسي هنا، يعني قال كيف أن مصر علمت منذ الفراعنة الأوائل الاتفاقات والمعاهدات، ومصر حديثا لها هذه المؤسسات العريقة والشخصيات السامقة والمؤسسات المحترفة. كل ذلك يعني أمور كبيرة لا يتسع المجال إلى التطرق لها، ولكن الخلاصة أن مصر، سؤالك عن جهودها الدبلوماسية وسعيها للاستقرار والسلام، هي سرة هذا العالم. والسرة هو المكان الذي يعني لولا لما كانت الحياة، فلولا مصر ما كانت الدنيا وما كان التاريخ، ولا صار التاريخ ولا صارت الأحداث مسارات غير التي عرفناها، لأنها دائما هي مصر. وصف حضرتك وحديثك يعني عن هذه الاستراتيجية المصرية بيودينا السؤال أنها ليست وليدة اليوم أو وليدة اللحظة، هي نتيجة لدبلوماسية بيتم العمل عليها خلال سنوات كثيرة جدا دكتور. الله ينور عليك أستاذة رغدة. بالفعل يعني لن نتحدث عن التاريخ التليد الصحيح ونقول ما هو معروف كيف أنها يعني تحطمت على صخرة مصر، يعني أصماع التتر والصليبيين، ولكن حديثا نجد كيف تحطمت على صخرة مصر وعلى أرض مصر مخططات 2011
تحطمت على يد راعي 30 يونيو 2013 القائد والزعيم الرئيس السيسي. وأتصور أنه يعني الرئيس السيسي هو البطل والزعيم بسعيه وتبنيه لهذه الرؤية، رؤية السلام والاستقرار ورؤية السعي إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية وعدم عسكرة النزاعات السياسية. وأن دائما تجدين تلك الجهود الدبلوماسية المصرية يعني نجدها عطاء سخية، وفي الملمات وفي الصعاب يعني نجدها رياحا عتية. فأتصور أن جهود مصر وقائد الدبلوماسية المصرية فخامة الرئيس السيسي في هذه المرحلة تجدي أنها يعني هذه المرحلة لها جلال الصمود وصلابة الموقف، موقف مصر ضد تصفية القضية، لا لتصفية القضية، ولا يمكن إلا أن تكون هناك التسوية وفقا للمرجعية الدولية. وهذا ما أكده الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام أو في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية. فأتصور أنه يعني هذه المرحلة مرحلة فاصلة في تاريخ البشرية، وهذه المرحلة لها ذاك الجلال. وأي مرحلة هي أيام وتمضي، ولكن مصر لا يمضي أبدا جلال الخالدين. ومصر الدولة يعني جهودها الدبلوماسية فيها جلال الخالدين، وأتصور أنه قيد لها الرئيس السيسي ليفجر فيها يعني طاقات نور ووعي هذه الجمهورية الجديدة. وهو من الرجال الذين لهم آثار غير منكرة في كل المسارات والطرائق وعالم العلاقات الدولية والجهود الدبلوماسية المضنية في أكثر من مطار. وأتصور أنه يعني آثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. هذه مجهودات دبلوماسية جبارة تقودها وتسير فيها الدولة المصرية. ولطالما يعني ذكر الرئيس السيسي هذا العالم بضرورة أن يطلع بمسؤولياته. المجتمع الدولي لا يطلع بمسؤولياته، عليه أن يتمسك بقرارات المرجعية الدولية. ومن يعني من أظلم ممن ذكر بقرارات هذه الشرعية الدولية، هذه المرجعية الدولية، فأعرض عنها وتهرب منها ونسي ما قدمت يداه. هذا الاستيلاء، هذا البور، هذا الهدم، هذه المصادرة، الاستيطان، الاحتلال، الفساد والإفساد. مصر دائما تدعوهم إلى هدى التنظيم الدولي، إلى هدى القوانين والشرعة الدولية، لكنهم تجدين هذا العالم فيه ذلك التدليس وعدم الإنصاف والمراوغة، وكأنهم يعني يموج بعضهم في بعض، وأعينهم في غطاء عن فكرة ودروس التاريخ عن المقاومة. لأن المقاومة لن طالما هناك احتلال وظلم لن تهدأ هذه المقاومة، ولكنهم يعني بكفرهم بالشرعة الدولية يدفعون أثمان، سيدفع العالم كله أثمانا غالية. ونبه الرئيس السيسي ونبهت الدولة المصرية إلى ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية، لكن هذا العالم وذاك المجتمع الدولي يعني لا يقيم وزنا لهذه الشرعة الدولية. فكرة ازدواجية المعايير وكلمة أصبحت ممجوجة وسخيفة. لكن بذكرك يا دكتور لرد فعل المجتمع الدولي، هو بطبيعة الحال بالتأكيد مدرك لخطورة هذا المشهد، لكن لا نجد تحركا يعني قويا لدرء هذا الصراع. فتعليق حضرتك. للأسف الشديد هم وكأنهم يعني وضعوا أصابعهم في آذانهم حذر تطبيق هذه الشرعة الدولية، وسقطوا سقوطا مدويا، ليس سقوطا يعني سياسيا أو قانونيا، بل سقوط أخلاقي، سقوط مع مرتبة عدم الشرف. لأنه الفكرة هذا العالم لابد أن يتشبث بالقانون. إيه الفارق ما بين يعني بين مجتمع وآخر، ما بين أمة وأخرى، ما بين عالم متحضر، أسرة دولية متحضرة وأسرة يعني ترتع ولا تلتزم بأخلاق أو شرف أو قانون، هو مدى التمسك بتطبيق القرارات الدولية.
أتصور أنه يعني هذا العالم إسرائيل تحديدا ومن ورائها الأمريكي والأوروبي يعني ينقضون العهود من بعد ميثاقها، يعني يقطعون ما أمرت به التنظيم الدولي أن يوصل، ما أمرت به الأسرة الدولية أن يوصل، وهذا يفسدون في الأرض، يعرضون السلم العالمي للانهيار. والمجتمع الدولي صيغته كانت تحتم أن نعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين، لكنهم يعني يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ويريدونها عوجا، يعني ينتفضون فقط لإسرائيل ولا يطبقون القوانين عليها، وكأنها يعني بدعا من القول، وكأنها استثناء، ويقتلون والإسرائيلي يعني يقتل بشكل آلي ميكانيكي بلا رحمة بلا هوادة بلا إنسانية، والعالم يعني يبارك هذه الإبادة. وطلب منهم يعني لدرجة أن طلب منهم أن يترفقوا بالعدة للمدنيين كما يترفقون بالحيوان، ولكنهم يعني يأبون فيخربون ويخلفون اليتامى والسكالى والأرامل. حتى أنه أصوات من الداخل الإسرائيلي دكتور، ليس فقط المجتمع الدولي وحتى الدول العربية، كان لها يعني الرغبة في عدم استمرار هذه الحرب بطبيعة الحال، لكن يعني نسأل الله أن يكون هناك في الأيام القادمة تهدئة. أنا بشكر شكرا جزيلا حضرتك، كان معي الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور. إذن ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لملف آخر. عاد ديفيد كاميرون من حياة الظل السياسة البريطانية للعمل كبديل لرئيس الوزراء ريشي سوناك في السياسة الخارجية، ولكن بعد 5 أشهر فقط من عودته وتوليه منصبه، تجاوز رئيس الوزراء السابق حدود هذه الحقيبة الوزارية إلى أبعد مما توقعه الكثيرون بحسب مجلة بوليتيكو الأمريكية. أيضا وصف مسؤولون في حكومة بريطانيا كاميرون بأنه رئيس وزراء الشؤون الخارجية، وده بالتأكيد بيهدد بدرجة كبيرة تجاوزه لرئيسه ريشي سوناك اللي بيواجه أزمات سياسية على صعيد الجبهة الداخلية لا نهاية لها. أثار حديث كاميرون مشاهدينا عن الاعتراف بدولة فلسطينية من أجل تحقيق تسوية سلمية لا رجعة فيها أثار تخوف نواب المحافظين. أيضا أثارت دعوات وزير الخارجية لإسرائيل للسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة خلافا على الإنترنت مع المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية. إذن أيضا للمزيد من النقاش مشاهدينا معايا على التليفون الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. تحياتي دكتور أحمد. أهلا بك رغدة وكل مشاهدينك الكرام. في البداية دكتور، جدل حول كاميرون وسوناك، برأيك مين فيهم الحاكم الفعلي لبريطانيا دكتور؟ أنا في اعتقادي أن وجود ديفيد كاميرون كوزير للخارجية في حكومة ريشي سوناك هو الرجل بتصريحاته بتحركاته ربما بدأ يسحب الأضواء عمليا عن رئيس الوزراء الذي هو طبعا يعني منغارس في مشكلات الداخلية، مشكلات الاقتصادية في ظل اضطراب الأوضاع المعيشية وارتفاع مستوى يعني تكلفة المعيشة للمواطن البريطاني في ظل حالة التخبط التي تعيشها بريطانيا حقيقة منذ أكثر من 8 سنوات ما بعد الخروج البريطاني. وأنا في اعتقادي أن أزمة غزة وتصريحات وموقف ديفيد كاميرون ربما اعطته وضعته في مقدمه الاضواء، وضعته في حاله من انه كانه يبدو انه المحرك الفعلي للسياسه الخارجيه البريطانيه في ظل تهبط مواقف ريشي سوناك. نعلم ان ريشي سوناك بعد عمليه طوفان الاقصى وبعد العدوان الاسرائيلي سافر الى اسرائيل ونزل من الطائره مع المساعدات العسكريه واعلن موقفه المنحاز تماما للجانب الإسرائيلي دون حتى اعتبارات أخلاقية خاصة بالقانون الدولي أو خاصة بما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب. لكن أنا في اعتقادي ربما التوازن في هذا الموقف وأن ديفيد كاميرون أخذ موقف ربما أقرب إلى ربما المتوازن أو الحيادية في سواء فيما يتعلق به يعني أعلنها أكثر من مرة بالتوجه من بريطانيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف واحد و قبل حتى الانتظار اي تسويه سياسيه مستقبليه، وهذه رساله
التعاطف مع الجانب الفلسطيني، هذا إذا رسالة برسالة احتجاجية برفض ما تقوم به إسرائيل وحكومة المتطرفين فيها من جرائم إبادة جماعية من جهات كل عمليات السلام في الوقت الذي بدأ وأن ريش سوناك يسير في الضرب أو على الضرب الأمريكي ولا يبدو لهم مواقف واضحة أو منحازة، خاصة أن ما قمت به إسرائيل حقيقة رغبة في قطاع غزة يمثل جريمة حرب، جرائم حرب هي جرائم ضد الإنسانية عندما تقتل النساء والأطفال أكثر من 34 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، عندما تقول أونروا اليوم تحديدا أن كل 10 دقائق يموت يقتل طفل فلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا أمام هذا الموقف حقيقة لا يمكن تبرير أي مواقف غربية، يعني الجانب الغربي والجانب البريطاني وغيره الذي ادعى أنه مدافع عن حقوق الإنسان، الذي ادعى أنه يحمل قيم الحرية والمساواة والعدالة والقيم الإنسانية كلها سقطت وانهارت وبدأ الانحياز الكامل لإسرائيل، وبالتالي ربما تصريحات ديفيد كاميرون سواء عن الدولة الفلسطينية سواء عن إدخال المساعدات الإنسانية سواء عن تصريحات ومواقف أخرى يعبر فيها حتى عن احتجاج، وأنا في اعتقادي لا يمكن لأي إنسان عاقل أو إنسان سوي أو ذو ضمير أن يصمت أمام هذه الجرائم الإسرائيلية. هذه التصريحات ربما أعطت زخما كبيرا لديفيد كاميرون من جانبين، الجانب المؤيد له خاصة فيما يتعلق بإنبلاع المظاهرات المليونية في بريطانيا رفضا لجرائم إسرائيل رفضا للاحتلال مطالبة بوقف العدوان، هم اعتبروا أنه شكل على الأقل موقفا متوازنا في ظل هذا الموقف الغربي المنحاز، وعلى الجانب الآخر أيضا أثارت موقفه جدلا في ظل أيضا وجود طيار من نواب حزب المحافظين الموالين لإسرائيل والدوب القوي المؤيد لإسرائيل، والذي اعتبر أن تصريحات ديفيد كاميرون سواء الدول الفلسطينية أو الضغط على إسرائيل أو رفض ما تقوم به إسرائيل أو حتى خلافي مع المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اعتبر أنها يعني وصلت إلى حد الأمور معادلة السامية وأنها تتخذ مواقف عدائية ضد حليفات إسرائيل ضد ما اعتبروها الفصائل الفلسطينية، وبالتالي هذا الموقف الذي اتخذه ديفيد كاميرون هذه تحركات السياسة الخارجية، وأيضا ليس فقط في أزمة غزة بل أيضا في أزمات أخرى في أوكرانيا في كثير من الجوان تبدو أن الرجل يعيد رسم هندسة السياسة الخارجية البريطانية في ظل لكن دكتور هل من ضمن المواقف التي يتخذها كاميرون هي سعيه في الأساس لإصلاح إرثه الشخصي خلال الشهور الأخيرة في الحكومة؟ أنا في اعتقادي أن ديفيد كاميرون كان يعني اختتمت فترته هو تولى من 2010-2016 ونعرف أنه في 2016 هو كان مؤيد للاتحاد الأوروبي والبقاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن عندما دعا الاستفتاء جاءت يعني النتائج بعكس ما رأوه ما أدى لاستقالته، ورأينا أن الاستفتاء أدى لخروج بريطانيا، لكن أنا في اعتقادي أنه هو ليس مسؤول عن هذا الأمر، بالعكس أن جزء كبير الآن من الشعب البريطاني وفق استطلاعات الرأي كانت تؤيد أو تريد العودة مرة أخرى للاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا بعد الخروج بعد البريكزيت من الاتحاد الأوروبي لم تلتمس الطريق، وكأن شخصا انفصل عن شخص آخر لكنه ترك بيتا ولم يجد بيتا جديدا، لم يجد طريق له، يعني بريطانيا الآن هي متقطعة الأوصال ما بين رهانها على التعاون مع أمريكا والتعاون مع التحالف الأنجلوساكسوني وإقامة شركات اقتصادية، وما بين أيضا الرغبة في العودة إلى الاتحاد الأوروبي باعتبار أنها كانت أكثر المستفيدين من الاتحاد الأوروبي، خاصة أن بريطانيا لم تكن ذات عضوية كاملة، يعني لم تلتزم بها العملة الاتحاد الأوروبي وغيرها، وبالتالي أنا في اعتقادي أن ديفيد كاميرون هو يحاول العودة مرة أخرى ليؤكد أنه كان على حقيقة صوابي فيما يتعلق بقرار أو موقف من الاتحاد الأوروبي والخروج البريطاني، لكن أنا في اعتقادي أن الأزمات دائما تبرز الأشخاص، يعني أزمة غزة حقيقة والمواقف المتبينة والمواقف الحادة التي اتخذها ريشي سوناك وغيره، ثم جاءت مواقف ديفيد كاميرون عاد ألقت الأضواء عليه وربما أعطت نوع من يعني ربما من يعني الزخم الكبير في السياسة البريطانية، لأن بريطانيا حتى الآن معروفة أنها دائما لا يوجد لها سياسة خارجية واضحة، هي دائما تسير في ركب أمريكا أينما يعني ترسو أمريكا ترسو بريطانيا معها، رأينا فيه ودائما كانت دائما أن بريطانيا تسير في زي أمريكا، وبالتالي ديفيد كاميرون يحاول أن يبلور موقف متميز للسياسة البريطانية خاصة تجاه الوضع في غزة، موقف متميز حتى عن الموقف الأمريكي، وأنا في اعتقادي أن هذا الموقف أيضا هو ربما يكون لهم اعتبارات يعني كثيرة اعتبارات خاصة بإرثي خاصة باعتبارات انتخابية، نعرف أن يعني هناك يعني انتخابات قريبة بريطانية برلمانية بريطانية، وأنا في اعتقادي أن حزب المحافظين يواجه أزمة، ريشي سوناك يواجه مزخة كبيرة، أوضاع اقتصادية صعبة، عدم وجود سياسة خارجية، فشل الرهانات البريطانية على البدائل الاقتصادية للخروج الأوروبي، أيضا
الاتهام ايضا بالمواقف الحاده والمنحازه لاسرائيل، كل هذا حقيقه جلب لريشة هناك المشكلات، وبالتالي حزب المحافظين في مأزق. وربما يبدو ان ديفيد كاميرون يحاول رفع شعبيه الحزب او ما يسمى اطفاء الحرائق دائما التي يشعلها ريشي سوناك، او ترميم وضع الحزب الذي يعاني وضعا خطيرا امام منافسي حزب العمال. يعني حسب كلامك دكتور، كاميرون بدا يتخطى سوناك على مستوى شهرته وعلى مستوى مواقفه المختلفه اللي حضرتك تحدثت عنها الان، اذا سؤال حضرتك هل يتفوق على رئيس الوزراء؟ يعني أنا في اعتقادي هو ما يعني عندما أتكلم عن مفهوم التفوق في نهاية المطاف، يعني عشرة دول السريت أو رئيس الوزراء البريطانية يعني تنفي دائما أن هناك خلافات أو تباينات في المواقف ما بين ريشي سوناك وبين ديفيد كاميرون، لكن عمليا هو بدأ يسحب الأضواء، وهذا أيضا بيرفع عامل منه لضعف ريشي سوناك أو عدم وجود يعني كاريزما أو شخصية يعني واضحة أو مواقف واضحة. يعني على المستوى الاقتصادي أيضا ما زالت مواقفه باهتة، على مستوى السياسة الخارجية أيضا مواقفه أيضا مائعة، وربما كل هذا أعطى أو أوجد فراغا استطاع ديفيد كاميرون أن يملأه. من هنا بدأ ديفيد كاميرون عمليا يتفوق، بدأ ينفرد به ملف السياسة الخارجية وفي مواقفه، سواء فيما يتعلق بالموقف من الحرب في غزة أو الصراع العربي الإسرائيلي أو قضايا أخرى حتى فيما يتعلق بأوكرانيا وغيرها من القضايا أو الموقف من الصين، كلها بدأ أن ديفيد كاميرون يملك ما يسمى العقيدة السياسية أو العقيدة السياسة الخارجية البريطانية الواضحة، على عكس ريشي سوناك الذي كما أشرنا هو بيتماهى مع الجانب الأمريكي، ليس لديه مواقف واضحة. أيضا يعني مشكلاتي واستغراقي في المشكلات الداخلية ومحاولة استعداده للانتخابات القادمة، كل هذا ربما دفعه إلى الانكفاء على الداخل، وهذا أعطى الفرصة وأعطى الفراغ لديفيد كاميرون ليه على الأقل للاستفراد يعني التأثير الأكبر في السياسة الخارجية، وهو ما أعطى حقيقة تفوقا لديفيد كاميرون. لكن دكتور الداخل البريطاني دكتور كيف يقرأ عودة كاميرون مرة أخرى؟ يعني بالطبع الداخل البريطاني هناك يعني هم لا ينسون أنه تم أخذ قرار الاستفتاء في عهد في آخر عهد، وبالتالي من يؤيد الاتحاد الأوروبي أو من يبكي على أيام أو سنوات الاتحاد الأوروبي ربما يكون مؤيدا بشكل كبير لديفيد كاميرون من هذه الناحية. أيضا من يعني من هم أنصار البريكزيت والخروج البريطاني أيضا ربما يتخذون مواقف سلبية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا تصريحاته ومواقفه تثير الانقسام ما بين مؤيد أيضا سواء خطر من العرب والأقليات والطائرات اليسارية وغيرها التي يعني تدعمه وترى فيه أنه ربما يمثل يعني عودة مرة أخرى أو محاولة عودة مرة أخرى إلى القيم البريطانية فيما يتعلق برفض العدوان، رفض جرائم إسرائيل، رفض جرائم ضد الإنسانية، رفض قتل الأطفال والنساء واستخدام سلاح القوى ضد الفلسطينيين. في المقابل الآخر أيضا هناك تيار الذي يعني مؤيد إسرائيل بقوة ربما يرى فيه أنه معادل أنه يعني اتخذ مواقف عدائية ضد إسرائيل، وبالتالي هنا الداخل البريطاني ينظر إلى ديفيد كاميرون من زاوية موقفه، سواء في موقفه فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أو الموقف من الاتحاد الأوروبي والخروج البريطاني أو فيما يتعلق بالقضايا السياسة الخارجية، وهناك أيضا أصلا انقسام في الجانب الأوروبي، وهذا الانقسام ربما أعطى لديفيد كاميرون هذه الضخم وهذه الشهرة وهذا التأثير وهذا الطغيان ربما في قضايا السياسة الخارجية، كما قلنا في مقابل أن ريشي سوناك حقيقة هو لم يحقق سياسة توافقية، لم يحقق الإنجازات ومستغرق في مشكلاته الداخلية، وبالتالي هنا ديفيد كاميرون ربما يعني أتاحت له الظروف ضعف ريشي سوناك من ناحية، أيضا قضايا السياسة الخارجية المستهبة من ناحية أخرى أعطى له هذا التأثير وهذا الشهرة التي أثارت جدلا في الداخل البريطاني. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد على وجودك دوما معنا. دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية كنت معي على الهاتف، شكرا جزيلا يا فندم. إذن ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لعضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو، واللي بتدخل منطقة القطب الشمالي فيها يمكن مرحلة جديدة من الصراع وتحديدا بين الناتو وروسيا بنتحدث. أيضا انضمام السويد وفنلندا للحلف يعتبر فرصة لزيادة وجوده ونفوذه بالقطب الشمالي، لكن قد يكون أيضا سبيل جديد للمواجهة مع روسيا، لأنه موسكو عادت تنشيط قواعدها اللي بتعود للحقبة السوفيتية في القطب الشمالي، واللي يمكن بيفوق عددها عدد قواعد حلف شمال الأطلنطي تقريبا الثلث. كمان خلال السنوات الأخيرة أطلقت روسيا مشروعات استثمارية يمكن كبيرة عززت وجودها العسكري في القطب الشمالي، وبتعمل أيضا بطبيعة الحال على تطوير طريق بحري شمالي بيربط بين آسيا وأوروبا.
للتعليق معايا على التليفون الدكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي. دكتور نبيل مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني بعد انضمام السويد وفنلندا في او لحلف الناتو، هل نشهد صمتا روسيا؟ لا بالطبع، هو ما كانش في صمت روسي حتى ساعة ما انضمت الدولتين، والسويد على فكرة انضمت من اسبوعين ثلاثة، يعني كان القرار النهائي بالنسبة لها من اسبوعين ثلاثة بعد ما وقفت المجر وتركيا على انضمام السويد كدول اعضاء في الحلف. انت عارفة القرارات بتتخذ بالاجماع في داخل الحلف. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا ما أتصورش أنه حتى قبل انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف كانت الأمور أيضا سهلة بالنسبة لروسيا، لأن فنلندا والسويد من الدول الغربية ومن الدول المالية الغربية والبعض في الاتحاد الأوروبي، ولذلك يعني المسألة كانت أيضا كان فيها صراع. لكن انضمام فنلندا والسويد مع إطلالتهم على القطب الشمالي طبعا بلا شك سيجعل منطقة القطب الشمالي تقريبا بدرجة كبيرة جدا، رغم الساحل الطويل لروسيا على القطب الشمالي، إلا أنه هيبقى هناك عندك كندا، عندك الولايات المتحدة الأمريكية، عندك فنلندا، السويد، يعني هيعطي مساحة كبيرة جدا للدول حلف الناتو على القطب الشمالي أو على المنطقة الشمالية. ولذلك يعني احنا بنقول أنه بالنسبة لروسيا المسألة يعني هتدخل فيها صعوبة أكثر، رغم أن روسيا طبعا لها نصيب كبير جدا ونصيب تقريبا الأسد، وبعدين هذا من ناحية. من ناحية ثانية في بعض الدول الحليفة روسيا أيضا تعمل في القطب الشمالي، من الصين مثلا على سبيل المثال لها منطقة، لأن هناك منطقة الأمم المتحدة ما استمتهاش، هي منطقة مشاع يعني اللي بيروح وبيقدر لديه قدرات تقنية وفنية ان هو يسيطر هناك. طبعا هو بلا شك يعني بيكون لي دور وبيكون لي نصيب من منطقة القطب الشمالي، ده غير القارة المتجمدة الشمالية، دي حاجة تانية، دي مقسمة بالأمم المتحدة نصيب كل دولة بما يتناسب مع حدودها اللي بتطل عليها. لكن دكتور، في ظل تدهور الوضع في أوكرانيا، هل يكون التصعيد في منطقة القطب الشمالي مفيد بطبيعة الحال للناتو أم لا؟ لا طبعا، لا ما فيش شك، وحلف الناتو حتى الان لم يدخل في الصراع بشكل مباشر. حلف الناتو بيدخل في الصراع في اوكرانيا عن طريق ارسال مستشارين مدربين عسكريين، عن طريق ارسال طبعا سلاح وذخيره واشياء من هذا القبيل واسلحه متطوره. اما في القطب الشمالي يعني المساله ما دخلتش فيها العسكره حتى الان، يعني عسكره القطب الشمالي ما دخلتش، وده ما تخشاه الامم المتحده على فكره. يعني الأمم المتحدة لا تريد عسكرة القطب الشمالي لأنه ده منطقة طبعا مهمة، ورغم أن روسيا بتحاول أن هي تعمل حنقول قناة سويس في القطب الشمالي، لأنه ده مهم جدا، هو بيوفر تقريبا من دول جنوب شرق آسيا بيوفر حوالي أسبوعين في النقل، فتتخيلي طبعا الدول اللي بتصدر لأوروبا زي كوريا الجنوبية زي لكن بالتأكيد حديث حضرتك بطبيعة الحال، حديث حضرتك دكتور نبيل بيقودنا أنه بالتأكيد هناك خطوات يعني هتتخذ للحد من هذا التوتر وتجنب هذا الصراع، بالتأكيد هنتابعها في الأيام القادمة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور، شرفتنا على وجودك معنا. دكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي، شكرا جزيلا يا فندم على هذا التحليل. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقة من أكسترا اليوم، تحياتي أنا رغدة بكر وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء، شكرا متابعتكم.